السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ النهاردة مع بعض هناخد مادة اكتشف، وما زلنا مع بعض في الفصل الثالث تصميمات تذكارية. هناخد الدرس الخامس مع بعض، بيض في وجبة الافطار. استخدم الصور لإكمال اول وصفين ثم اجب عن الاسئلة الاتية. تعال نبص لبعض للصورتين. الاول انت ملاحظ ايه في الصورتين يا سنة تانية؟ ان اول بيضة نية مش مسلوقة مش مستوية خالص، وتاني بيضة لا مستوية ومسلوقة. تعال نشوف كده، صف ما بداخل بيضة نية. تعال نوصف كده ما بداخل بيضة نية، عبارة عن سائل وبياض بيض، سائل وبياض والصفار. طيب صف ما بداخل بيضة مسلوقة، ده صلب. صلب ليه؟ لأنه تم طهي البيضة. ما الذي جعل البيضة تتغير؟ يعني أنا عندي البيضة كانت سائلة وتغيرت بقت صلبة، إيه اللي خلاها تتغير؟ ارتفاع درجة الحرارة. طيب هو أنا ينفع بعد ما بقت مسلوقة أرجعها سائلة تاني؟ ليه؟ دلوقتي إيه اللي حصل يا سنة تانية؟ إنني عندي حالات المادة ثلاثة، صلب سائل غاز. أنا عندي كانت الأول سائل وتحولت لصلب اللي هي البيضاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة بسبب طهيها. طيب نشوف مع بعض الصفحة اللي جنبيها، قوة طبيعية. انظر إلى الصور وصف الأشياء التي تؤثر في معلم تذكاري موجود بالخارج. أنا عندي هنا مثلا أول صورة بيأثر فيها الحرارة والشمس، تاني صورة دي بتأثر إن إحنا شايفين رياح ورمال، والصورة اللي بعديها بتأثر فيها الأمطار والبرودة. هنكتب كده مع بعض في المربعات زي ما إحنا شايفين. وبكده نكون خلصنا الدرس الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.